مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على تواصلهم، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، وانطلاقة سادس أشواطنا على أرضية هذا الميدان. وشوطنا السادس هو الخاص بانطلاقة اللقاية القعدان هنا من هجن أصحاب السمو والشيوخ لهذه التظاهرة الصباحية الجميلة التي تابعناها بأداء مميز. نسير معكم هنا إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى المركز الأول والمنطلق على الصدارة وعلى المقدمة الشامخ، سمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي سند بن راشد بن علي العويسي في تضمير من يأتي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق هنا الطويل يأتينا بهذه الانطلاقة، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، ومن الجانب الآخر المتسلل هناك بهذا الانطلاق من حاش سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الرابع والمنطلق بهذه الانطلاقة والأداء وصل هنا سراب لسمو الشيخ حمدان، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم وبمعيته مذهل كذلك، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرق الحميري سلهود القادم لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم مع طارش بن مبارك بالقبع سابع مراكزنا شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الثامن نشوان لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن أحمد في التضمير، ويأتي شاهين من هجن سيح السلام على تاسع المراكز بانطلاقة عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري المنطلق بهذه الانطلاقة الزافر القادم هنا بهذا الأداء الجميل هنا، والتحديات لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم مع سالم بن سعيد بن منانة في تضمير من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى مع هذه الأسماء وهذا السيل هنا أيضا من القعدان هنا القادمات بالتحدي وبالإثارة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى من حاش من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، انحاش بصدارة هذا الشوط من حاش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع بهذا الانطلاق القادم على المركز الثاني. هنا نشوان لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن أحمد من سيطر أيضا على شوطين في القعدان، يأتي هنا بنشوان بهذا الشوط، بينما المركز الثالث المنطلق هنا مذهل في المركز الثالث والمركز الرابع يأتي سراب والاثنين سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع المتبرش عتيق بن سالم بن عرطي الحميري في التضمير، وعلى المركز الخامس القادم هنا الشامخ سمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي سند بن راشد بن علي العويسي في التضمير، وعلى المركز السادس والمنطلق بهذه اللحظات والقدوم من شاهين من هجن الزعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد والوصول من خوف هنا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة في التضمير، من يأتي بهذا الانطلاق والقدوم هنا ثامنا القادم هذا الانطلاق شاهين من هجن سيح السلام بقيادة عبد الله بن سعيد بالهايري احد شباب الهباب، من الجانب الاخر الزافر من الجانب الاخر لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بمتابعة المضمر هنا ايضا سالم بن سعيد بن منانة ايضا المتحدي، هو صلى عنيد المضمرين هنا مع ايضا مرسال هجن سيح السلام هو سعيد بن سالم لنبي في التضمير. نعود بعد الكيلومتر الاخير الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول الى صدورة هذا الشوط الى نشوان من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول هو الصدارة هنا، ولكن هنا التحديات الاخيرة ثلاثية جميلة هنا
بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. مشاهدينا الكروم عاد منحاش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. منحاش ونشوان من الجانب الآخر، منحاش ونشوان وشاهين، الله ثلاثية جميلة. الله هناك من الجانب الآخر، نشوان بدأ يتسلل في هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هنا نشوان إذا يبغي النقطة الثالثة بهذا الانطلاق والتحدي. هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا أيضا لدهنا، أيضا لداعم هذا الشعار ولمتابعه هنا بالانطلاق والتحدي شيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد على هذا الفوز والأداء المميز. شكرا لمختار بن أحمد على هذا الفوز المميز الجميل ورحمة الوصول إلى خط النهاية. التهاني على الشيخ محمد بن بطي آل حامد المركز الثاني. وسلام الحاشة من اسمه شيخ سعيد بن حمدان برهاب سعيد مكتوم شاهين من هجن زعبيل ثالثا المركز الرابع أتانا مطفي لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد المركز الخامس الشامخ لسمو الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي. هنا نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني هنا بهذه الانطلاقة ولحظة وصول نشوان لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد على هذا الفوز المميز الجميل. هنا والنقطة الثالثة بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز. 6 دقائق 12 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. مشاهدينا الكرام تهانينا المختار بن أحمد بينما المركز الثاني وصل. مشاهدينا الكرام هنا من حاشة ب 6 دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برهاب سعيد مكتوم، تهانينا لخليفة بسطان بن رشيد بينما ثالثا وصل شاهين من هجن زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بتوقيت زمني مقداره. هنا ايضا 6 دقائق 15 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.